السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ هانين بخير يا ربي. هاد الفيديو يلقاكم في احسن الظروف وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نتشاركوا واحد الروتين فيه تخمال، فيه واحد الطاجين كيف ما عودتكم كنصاوب لكم طويجنات، وغتكون في واحد لطاغ ديال التفاح كتجي رائعة البنات. انا غادي نوجدها ومن بعد غادي نحطها في القناة ديالي ان شاء الله، ونتمنىكم تجربوها وتردوا لي الاخبار. المهم انا غادي نبدا في هاد الروينه اللي صبحت جابده. كيف ما كتعرفوا مع هاد الشتاء والبرد كتعجزي انك تخملي ولا تجبدي شي حاجه ولا شي روينه، ولكن اليوم صبحت واحد شويه الشميشه حاره هي اللي زعمتني انني نخمل ونمسح السراجم ونمسح الغبره. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. صافي، من بعد ما جمعت الروينه وكملت كل شيء قديت الخدادي لمت صدادر. المهم غادي نمشي باش نوجد الفطور، باش نفطر وعاد ندخل للكوزينه. مازال كيتسناني فيها بزاف ديال الشغالات. خليكم معايا حتى نمر الفطور. صافي، هو هذا الفطور. كيف ما كتشوفوا كاين زيتون كحل، شويه زبده بلديه، والكيكه المجنونه راني سبقت شاركتها معاكم، وكويس داتاي والملوي والفرماج. وصافي غادي نفطر باش نوض ندخل الكوزينه باش نوجد الطاجين والكيك او لاطارت ديال التفاح وواحد الزعلوك عجيب البنات، بغيتكم تجربوه في الصراحة. هو ساهل وما كي ما فيه ما كتشوي ما والو، ساهل دغيا بالزربة، ولكن كيجي لذيذ بزاف. كيف ما كتشوفوا الطاجين غادي نحتاج لهنا الدجاج وواحد البصلة مشلضة وثلاثة فصوص ديال الثومة محكوكين. التوابل غادي نحتاج ليهم نص معلقة ديال البزار، نص معلقة ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال السكينجبير، والملح حسب الذوق، وكان نحتاج واحد نص معلقه ديال الفلفله الحمراء او التحميره. صافي غادي نحطو فوق نار مهيله ونخليه يتشحر. غادي ندوز باش نوجد الزعلوك من بعد ما غسلت الدنجال والفلفله والخضره اللي غادي نخضر بها الطاجين هي هذه اللي كتشوفوا فيها. صافي، من بعد ما غسلت الدنجال والفلفله قطعتهم على هذا الشكل هذا. صافي غادي نحط الدنجال وغادي نضيف ليه البصله في واحد المقله، بصله متوسطه وكنقطعها رقيقه باش دغيا ما كتبقاش باينه كاع، دغيا كتذوب. صافي غادي نضيف ليه واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت النباتيه ونحطه على نار مهيله حتى يشرب ديك الزيت وتشحر ديك البصيله.
كيفما كتشوفوا الطاجين ها هو يلاه بدا كيتشحر، غنخليه حتى يتشحر مزيان عاد ندوز نستف فيه الخضره. كيفما كتشوفوا قطعت هنا واحد جوج مطيشات متوسطين، صافي غادي نرجعو تاني فوق النار ونخليه حتى تهبط ديك مطيشه. صافي الطاجين ها هو كيفما كتشوفوا راه استفت فيه الخضره، غادي نغطيه ونخليه يطيب على راحته وندوز نوجد نكمل الزعلوك حتى يطيب ونجمع روينة الكوزينة وندوز باش نصيب لاطاغ ديال التفاح. صافي من بعد ما جمعت الكوزينه كيف ما كتشوفوا بقات لي غير الفلفله، درتها هنا في هاد الطاسه هادي، حكيت واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه حطيتهم في فوق داك الطنجره اللي عندي، وغادي نضيف الفلفله ونضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الفلفله حمراء او التحميره، والملحه كتبقى حسب الذوق. هادو هما التوابل اللي كندير. الكمون كيبقى هو الاخر حتى كنطفي عليه، عاد واش كندير الكمون. صافي وندوز باش نوجد هاد لاطاغ ديال التفاح. كما كتشوفوا هذه هي لاطاغ ديال التفاح، كتجي رائعه البنات، نتمنى انها تعجبكم. انا دابا نحط لكم المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير في القناه ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله. المهم بعد ما ساليت الكيكه شفت الطاجين كيف ما كتشوفوا ها هو راه وجد، خضرته بواحد شويه الزيتون ديال الدار. صافي وغادي نخليكم تشوفوا معايا الزعلوك حتى هو كيجيب على هذا الشكل، هذا كيجي رائع البنات. صافي غادي نمشي باش نجفف الدار ونتغداو ونغسلوا المواعن ديال الغداء، وغادي نخرج انا واختي وبنتها معروضين عند لوستها، غادي نمشيو لعندها وندوزو معاها العشية. خليكم معانا. واخا كاين البرد الجو على برا، واخا كاين البرد والضباب الجو على برا زوين بزاف. انا كيعجبني الجو ديال الشتا، كيكون زوين ما كتقنطيش فيه كاع. صافي بعد ما وصلنا للدار لقينا لوست اختي كتوجد في هاد الطبيله، هاد الطبيله مزوقه غزاله تبارك الله، عاوناها وجدنا معاها، عمرت ليها اتاي، قديت ليها هاد الشيء في الطباسل تعاوننا حتى سالينا وجلسنا كلينا ضحكنا شربنا. وهذه
هذا هو الروتين ديال هذا النهار هذا. كيف ما كتشوفوا كان زوين بزاف، والجلسة مع الحباب كتكون زوينة بزاف. كنقول لكم البنات الا كنتو جداد في القناة ابوناو معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وإذا كانت عندكم شي اقتراحات لشي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير. وهذا هو الروتين ديالنا هاد النهار هذا. كيف ما كتشوفوا صافي احنا رجعنا للدار، وكنقول لكم سلامة الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.